هذه الرسالة التي سألت عنها عن ترتيب الأنبياء من حيث الزمن التاريخي، هذه إسرائيليات لا يعول عليها. ثم إن ذكر إدريس قبل نوح عليه السلام يخالف ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة من أن نوحا أول رسل الله إلى أهل الأرض، ومخالف لما في سورة الأعراف، لأنه لما ذكر آدم ذكر نوح، ومخالف لما في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الآية، ومخالف لما في حديث الإسراء والمعراج قال إدريس للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح ولم يقل ابن الصالح. وذو الكفل اختلف العلماء هل هو نبي أم رجل صالح، وقد توقف الطبري فلم يرجح. إذا مثل هذه الرسالة لا يعتمد عليها.